الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده، ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد علمت بأنك الفرد الصمد، ما أنت بمولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وبعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده الصالحون عليه كما عبد الله ووحده وعرفنا به. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وتزيد أحسن الطيب طيبا، أنت مسه أين مثلك أين، وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، يا طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفاءها ونور الأبصار ودواءها ونور الأبصار وضياءها، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير إن شاء الله من هذا المكان الطيب المبارك، مسجد القارئ الشيخ عبد الناصر حرك بقرية شبرا اليمن التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية، حيث ننقل لكم تلاوة طيبة مباركة بصوت فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ الإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي. وكذلك نقدم لحضراتكم فاصلاً من الابتهالات الدينية والأدعية بصوت فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد المبتهل بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الجلسة وأن يكون هذا اللقاء لقاء علم ولقاء خير ولقاء بركة، تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده.
فما أجمل أن يكون اللقاء لقاء قرآنيا، وما أعظم أن يكون اللقاء لقاء ذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يكون في معية الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا المكان الذي ننقل لحضراتكم منه هذا اللقاء مكان طيب مبارك، بيت من بيوت الله التي ترفع ويذكر فيها اسمه. إن شاء الله نستمتع معا بهذه التلاوة الطيبة العطرة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإن وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها
عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا
الذين ظلموا فتمسكم النار قبلي
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون، استمتعنا وإياكم بهذه التلاوة الطيبة العطرة المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، القارئ بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك من مسجد الشيخ عبد الناصر حرك بقرية شبرا اليمن التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بالصبر. لماذا؟ لأن الدنيا هي دار ابتلاء، ولأن قضاء الله واقع لا محالة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر لسببين: لأن الدنيا هي دار ابتلاء، فما من إنسان حتى لو كان نبياً إلا وابتلي، وما من إنسان أيا كان قدره إلا ولا بد أن يبتلى في هذه الدنيا. ثانيا، لأن قضاء الله ولأن أمر الله واقع لا محالة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. سهرت عيون ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون. إن الذي كفاك بالأمس همًا يكفيك غدًا ما يكون. أيها الإخوة المؤمنون، إن المرض أيام وإن الصحة أعوام. العلماء قالوا إن المرض أيام وإن الصحة أعوام، وإن الإنسان إذا ابتلي فإن البلاء أقل شيء وأقل وقت في حياته يكون البلاء. الآن مع هذه الابتهالات والأدعية الدينية بصوت المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، المبتهل بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي، ثم يرفع أذان الفجر. صلوات ربي وسلامه وتحياته عليك يا رسول الله. اللهم اشرح صدورنا ويسر بل خالص أعمالنا. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. الفجر أقبل والملائك تشهد. قرآن ربك، قرآن
حمدهم مستغفرين مسبحين بحمده والله رب العالمين ينادي من سائلي من سائلي من سائلي من سائلي من الفجر أقبل والملائكة تشهد الفجر أقبل والملائكة تشهد قرآن ربك قرآن ربك قرآن ربك غادي العباد مستغفرين مسبحين بحمده مستغفرين مسبحين بحمده والله وأنادي هيا إلي هيا إلي فإنني رب العباد وأنادي هيا إلي فإنني Bye.
السال وأكرم وادي طوبى لعبد طوبى لعبد جاء بالحب يسعى بالحب يسعى نحو أكرم وادي هجر الفراش وما له من مقصد هجر الفراش هجر الفراش هجر الفراش هجر الفراش وما له من مقصد إلا الصلاة طوبى لعبد جاءنا في بيتنا بالحب بالحب يسعى نحو أكرم وما له من مقصد إلا الصلاة إلا الصلاة تقربا لوداد ومعمرا 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 بيت الإله صن جندنا واحفظ ربوع بلادي وانصر بفضلك يا إلهي
شعبنا وأدم علينا فرحة الأحياء. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.